قريب من هذا أمر يستهين به كثير من الناس، وهو التهاون بصلاة الفريضة، فأحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي. والمحقق عند أهل العلم أهل التحقيق أن هذا كافر، يحتاج إلى الشهادتين والدخول في الإسلام. ليش؟ لأنه أشبه المنافقين. المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلوا مع الناس، لكنهم لا يصلون إلا رياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر، يعني اختيارا وحده بس، فقد حبط عمله. وحبوط العمل يدل على الردة عن الإسلام والكفر بعد الإيمان. قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا خطير جدا، لأن الناس تجارى بهم هذا الأمر، صاروا يقلدون من وفد على البلاد من أمصار المسلمين من أهل جهل أو بدعة أو فسق أو غير ذلك، صاروا يتجارون ويقلدونه بهذا الشيء، وهذا خطير جدا جدا خطير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أما من فاتته يعني من غير تعمد فهذا قال كأنما وتر أهله وماله، يعني فجع بتلف أهله وماله فجأة. لكن من ترك صلاة العصر وتعمده مثل غيره، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى قطعا هي العصر، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة. قال: إن اللي يصلي الفجر والعصر في ذمة الله تعالى، يعني حتى يمسي وحتى يصبح في عهد الله وحفظه وكنفه، فلا تسيئوا إليه بغير حق، ما دل على بقائه على أصل الإسلام، لأن هاتان الصلاتان هما أعظم الصلوات الخمس، من حافظ عليهما حافظ على ما سواهما، ومن لم يحافظ عليهما باب أولى لا يحافظ على ما سواهما. لا بد من التنبه لهذا، ولا يستهان بهذا، ولا يقر الأولاد والنساء والعمال على التهاون بترك الصلاة عمدا، هذا أمر خطير جدا. فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم الأمة بدين الله، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا يكاد يكون إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي التنبه لهذا، ومن كان مبتلا بهذا الشيء يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة قبل مفاجأة الأجل وأشكال انقطاع العمل، ما دام في المهلة والمكنة يستدرك ما فات ويكثر من النوافل مع التوبة النصوح، يحافظ على الفريضة ويكثر من النوافل حتى يعوض ما فاته ما مضى من الزمن. وإذا إن الله شرح صدره للتوبة وقبلها منه فهو على خير ويرجى لها الخير. كم من إنسان كان على تفريط ولما تاب صار من أحسن الناس ديانة وأخلصهم عبادة. هذا أمر لا بد من العناية به والتفطن له، وأن لا يقر أحد عليه، لأن قراره على هذا الشيء على ترك الصلاة عمدا هذا غش له وعدم نصيحة له، والدين النصيحة، من غشنا فليس منا. وهذا أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذه الأمور العملية، فلا يتهاون بهذا الشيء لأنه خطير جدا. والذي يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج الوقت الفجر حتى تطلع الشمس، المغرب العصر حتى تغرب الشمس، الظهر حتى يدخل العصر، العشاء حتى ينتصف الليل على قول، أو يطلع الفجر على القول الثاني، هذا متعمد ترك الصلاة لا يقبله الله منه. ليش؟ لأن أهل المساجد كلهم أهل الإسلام يدرون أن من وقف بعرفة
بعد طلوع الفجر يوم النحر لا حج له، ولو كان مجتهدا وعرض له ما يعرض وتأخر بسببه، لأنه فاته الوقت، أهم شيء الوقت. والله تعالى قال أقم الصلاة لذكري، قال والذين هم على صلواتهم محافظون، فأني على صلاتهم دائمون. ينبغي الإنسان ينتبه لهذا الأمر، ترك الصلاة خطير وكبير جدا جدا، ولا يقاس به شيء إلا استحلال المحرم من الدين بالضرورة، أو ترك المعلوم الوجوب من الدين بالضرورة. كل هذه أمور كفر وردة، ينبغي الإنسان يعرف هذا الشيء، هذا أمر خطير جدا 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 خطير. قد يكون الناس ما عنده شرك ظاهر، لكن شركه في الحال ذي هو اتباع الهوى. أرأيت من اتخذ إله هواه؟ وقال فإن لم يستجيبوا لك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنما يتبعون أهواء. هذا نوع من الشرك، لكن أكثر الناس ما يفهم أنه شرك، ولهذا رتب عليه حبوط العمل. معلوم أنه من قال من أهل الإسلام وهو في عقله وهو بين المسلمين، من قال الربا حلال، الزنا حلال، شرب الخمر حلال، أو ترك الصلاة حلال، أو جحد الزكاة حلال، كل هذا يكفر بإجماع المسلمين. هذه مسألة لابد من التنبه لها، لأنها عمت بها البلوى وظهرت وانتشرت بين الناس بأسباب منها الجهل بالدين والإعراض عن مجالس العلم والذكر، والخلطة لمن وفد على هذه البلاد ممن ليس من أهل العلم والذكر، كان على جفا وغفلة، ابتلي الناس بالمخالطة، وإذا كثر المساس قل الإحساس.